يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير نادي الاهلي اللي بتبدا حلقه جديده معانا من السادسه. تحياتي لحضراتكم. نبدا منين؟ نبدا من قصه التعادل. من وجهه نظري بالتاكيد، واعتقد انه اغلبيتنا هنبقى متفقين انه تعادل غير عادل. ماتش امبارح خطوه في مشوار طويل، يعني لو استهى بنهايه المشوار، يعني لو قدر لي انه الاهلي ان شاء الله باذن الله يتوج باللقب ده، هتكون مباراه للنسيان زي السيزون اللي فات بالظبط. يعني بص على مشوار الاهلي في السيزون اللي فات، تقدر تقول انك قدمت عروض اسوا من كده كمان، وحققت نتائج اسوا من كده، ولكنك في النهايه توجت باللقب. اللي ممكن يكون بيضايقك هو انها كانت في المتناول، يعني بمنتهى السهوله والاريحيه الاهلي كان يقدر امبارح يخلص 4 وممكن 5 كمان. لكن غياب التركيز ممكن، غياب الفعاليه جايز، النتيجه ما كانتش مرضيه عموما يعني بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. ولكن خلينا نتفق انه في كتير من ايجابيات اللي طلعنا بيها من مباراه امبارح. انا بشوف امبارح اولها اعتقد، وبالذات الشوط الثاني، الشوط الاول تقريبا الاهلي ما جاش، او الاهلي ما قدمش المستوى او المردود اللي احنا كنا مستنيينه منه. ودي ممكن تكون طريقه او فكر مستر مارسيل كولر، ممكن جايز يعني، انا ما دخلتش او ما اتكلمتش مع راجل فمش عارف الراجل بيفكر ازاي، لكن ممكن تبقى مرحله الاستكشاف بالنسبه له. لكن الاهلي في الشوط الثاني عجبني، الاهلي في الشوط الثاني هو ده الاهلي اللي انا اتمنى اشوفه، وده ممكن الى حد كبير يخفف من حده النقد اللي تعرض ليها الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر في الفترات الاخيره، لانه ما فيش مدير فني مطالب بتسجيل الاهداف، المدير الفني المطلوب منه انه يختار الطريقه الامثل، انه يدرس المنافس بالشكل الافضل، انه يختار العناصر اللي تقدر تحقق التكتيك بتاعه على ارض الملعب بافضل شكل ممكن. وده اللي عمله كولر في الشوط الثاني. كولر في الشوط الثاني عمل كل شيء ممكن، واتيحت للاهلي في الشوط ده باستثناء فرصه الشحات طبعا في الشوط الاول 3 فرص مؤكده. بكلمكم على اجوال بنسبه 90%، منهم انفرادين مطلقين بالمرمى، ومنهم كوره انفراد طاهر، انفراد كريم فؤاد، وكوره بين كهربا وبيرسيتا. من مكاسب ماتش امبارح اعتقد كمان عوده السوليه، وانا كنت باكد دايما وقلت انه انا في اللحظه اللي بنتظر فيها عوده عمرو السوليه، لانه لاعب ليه، سيبك من قصه الخبرات وسيبك حتى من الكوره، وعمرو السوليه واحد من لعيبه خط النص بالتاكيد المهمين جدا، لكن عمرو السوليه يقدر يعمل بالانس في فرقه الاهلي جوه الملعب وبره الملعب كافضل ما يكون. وانا بشوف ان عوده عمرو السوليه امبارح واحده من اهم مكاسب المباراه. الموقف ايه؟ خليني اقول لك برضو بالمناسبه، يعني عشان اغلب جماهير الاهلي مركزه مع الاهلي بس، لكن لو قلت لك انه الاهلي امبارح هو افضل فريق عمل نتيجه في الجوله الثانيه في مشوار دور المجموعات على مستوى المجموعات الاربعه، فهكون مش ببالغ. صحيح كنا نتمناه فوز، وصحيح كان في المتناول فوز، وصحيح حققنا فوز للاسف ما عرفناش نحافظ عليه، خصوصا انه يعني اتحقق في الدقيقه 86. الاهلي ما بيستقبلش، الاهلي بس بيسجل في البلس 90، لكن في النهايه هي النتيجه الافضل. تعالوا نشوف امبارح الماتشات كلها بدون استثناء مفاجات. ماتشات امبارح تعالوا خلينا نتابع مع حضراتكم الجوله الثانيه في دور المجموعات. مازيمبي كسب ماميلودي سان داونز، اول خساره لسان داونز في البطوله الافريقيه في نسختها الجديده بنتيجه 1-0. جوانين جالاكسي مع سيمبا اتعادلوا 0-0، ودي النتيجه اللي ممكن شويه تكون منطقيه، وان كان طبعا سيمبا خارج الارض، لكن في النهايه يعني نتيجه الى حد ما تعتبر منطقيه. بيراميدز قدام نواديبو الموريتاني في مفاجاه يمكن تكون الاكبر على مستوى الجوله الثانيه، خساره بنتيجه 2-0 في الوقت اللي كان نواديبو بيلعب فيه ناقص تقريبا لمده شوط كامل، ناقص بيلعب ب 10 لعيب، ودي كانت المفاجاه القاسيه جدا جدا امبارح على فريق بيراميدز، خساره بنتيجه 2-0 خارج الارض في موريتانيا. الاهلي يانج افريكانز، مباراه يانج افريكانز طبعا النتيجه انتهت 1-1. الوداد وصيف النسخه الاخيره، بطل النسخه اللي قبل الاخيره، لم يحقق اي فوز في مشوار دور المجموعات، وتعرض لتاني هزيمه من اسك ميموزا 1-0 خارج الارض. هو كان خسر قبل كده على ارضه على ملعبه وسط جمهوره من جوانين جالاكسي. النجم الساحلي التونسي على ارضه وعلى ملعبه خسر امام بيترو اتلتيكو بنتيجه 2-0. اذا نتيجه ايضا اعتقد انها مفاجاه. النجم الساحلي واحد من الفرق الكبيره اللي عندها خبره في افريقيا، حتى لو كان بيلعب واحده من القوى الصاعده في قاره افريقيا
فالخساره على ملعبك وسط جمهورك في تونس صعبه جدا حتى لو كانت امام بيترو اتلتيكو. عندنا الهلال السوداني، طبعا دي الجوله اللي اتلعبت امبارح، كان في ماتشين اتلعبوا قبل كده. الهلال السوداني قدر يرجع للمنافسه وبقوه بعد ما تغلب على الترجي بنتيجه 3-1، واعتقد برضو انها واحده من المفاجات والمفاجاه اللي تخصنا احنا وتهمنا في مجموعتنا، فوز ميدياما الغاني حديث العهد بالبطوله على فريق شباب بلوزداد بنتيجه 2-1 طبعا في غانا. عشان كده كل التركيز او كل الاهميه مرتبطه بمباراه يوم الجمعه اللي جاي. خد بالك انت لعبت ميدياما على ارضك، لعبت يانج افريكانز خارج الارض، ماتش الجمعه اللي جايه مع شباب بلوزداد هيكون هنا ان شاء الله باذن الله في مصر، غالبا هيكون على ملعب برج العرب. عشان كده التركيز بشكل كبير جدا على الوصول نقطة 7. التعادل بتاع امبارح ضمن للاهلي الصداره، وده في حد ذاته واحد من الايجابيات، لكن الكلام على الماتش اللي جاي وعلى حسابات المجموعه اللي تعقدت بشكل كبير لينا كلام كتير فيه. خلينا نروح لفاصل، نرجع ندخل في الاخبار وفي التفاصيل. هي مش بس مباراه المحطه الاخيره، مباراه يوم الجمعه اللي جايه قدام شباب لوزداد هي اخر محطات الاهلي قبل رحلة السعودية، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم. فالحقيقة المباراة دي أنا بشوفها فرصة أمام الجميع، فرصة أمام الجهاز الفني، فرصة أمام اللاعبين، فرصة أمام الجماهير. وأنا عندي كلام كتير جدا فيما يتعلق بجماهير نادي الأهلي اللي أتمنى الحقيقة أنها تنور وتملى ملعب استاد برج العرب. لسه الساعة الكاملة أو يعني ساعة الحضور ما تحددتش بشكل نهائي وما تمش الاتفاق عليها، لكن منتظر حسم الملف ده خلال ساعات. نتمنى ان شاء الله باذن الله انه حسب ما ايا كان بقى الساعه 20 30 مفترض يعني انه على الاقل هتكون، بما انها في برج العرب على الاقل يعني، على الاقل توقعاتي يعني مش معلومه مش خبر، مع توقعات انها هتكون ما تقلش عن 30,000. ده حق الاهلي طبعا في مباراه شباب لوزداد يوم الجمعه، لكنها مباراه فيها عدد كبير جدا من الاهداف، وقد تشهد عوده او ظهور عدد من الاسماء اللي ما شاركتش او ما ظهرتش في مباراه فريق يانج افريكانز. تعالوا نشوف اخبار الاهلي ايه في الاهلي نيوز روم. قبل ما اتكلم على ماتش شباب لوزداد خليني اطمنكم على فرقه النادي الاهلي. طبعا الحقيقه ياسر ابراهيم كان واحد من نجوم المباراه الحقيقه، وتعرض لاصابه في الدقائق الاخيره من عمر المباراه، وتم استبداله ب خالد عبد الفتاح. كرة مشتركة، كرة من الكرات اللي ملهاش لازمة، عارف يعني كرة اللي بتغيب فيها أو بيغيب فيها التركيز عن زي كرة الجول بالظبط. يعني لما تقارن فرصة الهدف بتاعة يانج أفريكانز، لاعب في وسط أربعة لعيبة يشوط من خرم إبرة فتروح في التمانيات، عارف إنه ولعيبة كلها يعني من نواحي الدفاعية عندها إجادة تامة، واحد منهم يكفي لإيقاف خطورة الهجمة، بس هو التركيز بيغيب لحظة ثانية. وتقيسها على ده نفس الأمر، أنا بكلمك دلوقتي معلش يعني أنا برضو واحد من الجمهور في الأول والآخر، وتقيس على ده الفرص اللي بتتيح ليك. أصل هو يعني الناس ممكن في لحظة من اللحظات ما تقدرش هو في كام مليون بني آدم بيغضب أو بيتضايق لما يبقى في فرصة هدف مؤكد يحس إن هو شخصيا لو في الملعب هيجيبها جول وتضيع. في كام مليون بني ادم اعصابه بتتشد وبيتضايق وبيتعصب. الاهلي بالنسبه لنا مش كوره وبس، يعني الاهلي بالنسبه لجماهيره يعني عموما، يعني الاهلي بالنسبه لجمهوره حياه ومصدر سعاده ومثال على النجاح. فالقصه مش بس كوره، يعني هي قصه الاهلي اكبر من الكوره بكتير. الاهلي نموذج، الاهلي ستايل لايف ستايل، الاهلي حاجات كتيره جدا. لكن في النهايه خلينا نقول يعني هم برضو ياما فرحونا، وفي الاخر ما تقدرش تلومهم على دروب في ماتش ولا في ماتشين، هتلومهم او هيبقى ليك حق تلوم عليهم في نهايه السيزون، وده اللي بتشتغل بيه اداره النادي الاهلي، كل الادارات الناجحه في جميع الاحوال. الراحه بتاعه الفريق اللي قررها مستر مارسيل كولر 24 ساعه، بكره يبدا التحضير لمباراه شباب لوزداد، وهي مباراه مهمه على كل المستويات. واحد اهم شيء سيبك من التحضير لكاس العالم، وسيبك من انك تطمن على مستوى الفرقه، اهداف مهمه لكن اهم شيء هو الوصول لنقطه 7. ليه؟ لانه المجموعه حساباتها متعقده، صحيح انت النهارده في صداره المجموعه، لكن وراك ميدياما
وشباب بلوزداد الاثنين عندهم 3 نقاط، انت في رصيدك 4 نقاط. مباراه شباب بلوزداد يوم الجمعه الجايه هتبقى تاني ماتشاتك على ملعبك، لعبت من دياما قبل كده وهتلعب مع شباب بلوزداد. النقطه 7 بالنسبه لك فارقه، نقطه رقم 7 بالنسبه للاهلي فارقه. ليه؟ لانك بعد كده في الدور الثاني من دور المجموعات هتلعب ماتشين بره ومباراه يانج افريكانز بس اللي هتبقى على ملعبك. فانك تدخل الدور الثاني من دور المجموعات في الصداره ده يقلل بشكل كبير جدا من الشد العصبي ومن التوتر ومن الضغط على النادي الاهلي، ويضمن لك بعد كده ان شاء الله، لانه طبيعي طبيعي جدا في ظل الاسماء اللي موجوده معانا في المجموعات دي، في المجموعه دي، انه الاهلي يتاهل الادوار الاقصائيه، ونتمنى طبعا ان التاهل يكون في المركز الاول. زي ما قلت لحضراتكم ممكن جدا المباراه دي تشهد عوده، انا يمكن هاجل نقطه العائدين او السكواد الاهلي اللي ممكن يكون هيظهر في مباراه بكره بعد ما نطمن ان شاء الله على ياسر ابراهيم، النهارده هياخد على فحص طبي. اعتقد لعيبه زي اكرم توفيق ممكن جدا يكون ليها فرص كبيره جدا في الظهور في مباراه شباب بلوزداد. انتوني مودست موقفه الى حد كبير هيتضح بالنسبه لي شخصيا مع تمرين بكره، وانا موجود مع حضراتكم في السادسه هتكلم في سكواد الاهلي اللي ان شاء الله هيتم تجهيزه او هيحضر لمباراه شباب بلوزداد. على كل الاحوال هنتكلم على الجوله الثانيه بشكل عام، على مجموعتنا بشكل خاص، تابعونا في السادسه هيكون لينا لقاء النهارده مع عبد القادر الشينوني من شباب بلوزداد الجزائري، هنتكلم عن استعداد شباب بلوزداد للقاء الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نتابع مع حضراتكم حلقتنا. سيبك من قائمه اغلى اللاعبين وركز معايا في قائمه ترتيب المجموعات، لانه كل شيء بقى او اصبح خارج حدود المنطق، مش بس مرتبط بالنتائج، ده مرتبط كمان بتاثيرها على ترتيب الفرق. واي حد اي حد حتى اللي ملوش قوي في الكوره او مش متابع قوي كوره هتساله قبل ما يبتدي دور المجموعات في دوري الابطال مين ممكن يكون متصدر الترتيب او مين الفرقتين اللي ممكن يكونوا اقرب لتذكرتي التاهل، غالبا الاجابه هتكون واحده عند كل اللي هتسالهم، او لو سالت 10 9 هيجاوبوا نفس الاجابه منها. لكن لما تيجي تشوف بعد تاني جولات اخبار الترتيب ايه والنتائج عامله ايه، شيء لا يصدقه عقل. خليني ارحب بضيوفي المحللين الفنيين النهارده في السادسه، نادر شبانه وسعيد علي بيشرفوني النهارده. مساء الخير سعيد. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك. منور الدنيا. منور بوجودك دايما نادر. رحمه حبيبي. مساء الفل حبيبي، دايما مبسوط اني بطلع معاك ولاول مره مع سعيد، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خليني ابدا معاك قبل ما ابص على نتائج المجموعات واشوف الجوله الثانيه من تشامبيونز ليج افريقيا، اخد رايكم بس مبدئيا في مباراه امبارح. مباراه امبارح كانت تخلص كام يا سعيد؟ النتيجه العادله من وجهه نظرك؟ هو لو في حد ظلم في المباراه انا بعتقد مارسيل كولر. يمكن هو قرا الجيم كويس جدا، تعديلاته في الشوط الثاني، ادارته للمباراه كانت جيده جدا، لكنه دفع ضريبه قله التركيز في الثلث الاخير من الملعب والتكاسل في الحاله الدفاعيه، فاعتقد كان العدل ان يخرج كولر فائزا. لكن مش من العدل ان لعيبه الاهلي بهذه الحاله وقله التركيز والتكاسل انهم يكونوا كسبانين. فاعتقد انها نتيجه عادله لما جرى داخل الملعب، لكن مارسيل كولر كان يستحق نتيجه افضل. يعني اللي ظلم في نتيجه مباراه امبارح هو مارسيل كولر. صحيح، وممكن ندخل في التفاصيل بعد شويه نشرح بدقه كان حصل ايه. وجماهير الاهلي برضو اتظلم. بالظبط. يعني بالظبط. مش هو لوحده. بالظبط، هو الفتره الاخيره في بعض المؤشرات بتقول ان في حاله لا تركيز. ويمكن بيان مجلس اداره النادي الاهلي كان واضح جدا ان في حاله تشبع، وانا بشوف ان الرساله اللي كانت طالعه ما كانش مجلس اداره الاهلي طالع يقول للجمهور ان احنا جامدين قوي واخدين بالنا، بقدر ما هو بيتبع مجموعه خطوات بتلفت نظر اللاعبين ان احنا ابتدينا الموسم في حاله لا تركيز في تكاسل، اللي جاي خطوات تصاعديه. لو نتذكر مع بعض الموسم الماضي حصل ايه، هنشوف ان مجلس اداره النادي الاهلي طبق او وقع عقوبه بخصم 10% من رواتب اللاعبين بعد مباراه سان داونز، وربط اعادتها بالتتويج لدوري ابطال افريقيا. فانا بشوف ان التصعيد بدا يحصل، وان النادي الاهلي واعي ومدرك ان في حاله تشبع حصلت او هتحصل عموما زي ما بيحصل في العالم بعد 5 بطولات، اتخذ كل الخطوات بدايه من انه دعم بصفقات جديده عشان تعطي نفس جديد في اوضه لبس الاهلي، مرورا بان في مدير فني بيتبع سياسه التدوير. فبالتالي في منافسه طول الوقت وصولا الى المساءله الدوريه. يعني النادي الاهلي ما استناش لنهايه الدور الاول، ما استناش لنهايه الموسم، لا، من بدري قوي في جلسات، في حساب طلع بيان رسمي بيقول احنا بنرصد حاله تشبع، الخطوه اللي جايه هتبقى هي العقوبات. فاعتقد النادي الاهلي مدرك واعي
بيتخذ خطواته، فان شاء الله اللعيبه تدرك ده مبكرا علشان ما نروحش للسيناريو الأسوأ. طيب قبل ما اسمع رايك يا نادر، تسمح لي معانا مدير الاعلام بفريق شباب لوزداد السيد عبد القادر شنيوني. تمام. هيكون معانا خلال مداخله هاتفيه. انت عارف طبعا مباراه على طبعاً مستوى كبير جدا من الاهميه، بتضم على الحسابات وبالورق اهم واكبر فرقتين في المجموعه. الكل كان بيرشح الاهلي وشباب لوزداد للتاهل عن المجموعه دي، لكن يمكن تكون حسابات اتلخبطت الى حد كبير نتيجه نتائج مش متوقعه، واهمها واغربها اكبر مفاجاه بعتقد في المجموعه دي هي خساره شباب لوزداد امام فريق ميدياما الغني. ارحب بالسيد عبد القادر، مساء الخير واهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بيك في قناه الاهلي. مساء الخير يا استاذ احمد سمير، تحياتنا اليك والى كل من هو موجود في الاستوديو. ما هو سؤالك؟ خليني أبدأ معك بمباراة الجمعة. بداية يهمني أعرف منك طبعا استعدادات فريق شباب لوزداد لمواجهة الأهلي هنا في القاهرة أو في ملعب برج العرب تحديدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات. المباراة أولا تجري بإسكندرية ومش في القاهرة حسب الرسالة التي وصلتنا من الكاف. فيما يخص المباراة، شوف، الملاحظة الأولى هي أن في الشامبيونز ليج، يعني خلافا وبالمقارنة مع السنوات الماضية، أصبحت كل الفرق الإفريقية اللي تشارك كلها عندها مستوى وكلها عندها حضور. إذا فيما يخص مباراة الغد بالنسبة للأهلي والشباب، الأهلي فريق كبير معروف عنده تاريخ، لكن صراحة في المباراة اللي شفتها أنا أمس ما ظهرش ب يعني مستوى كبير فريق الأهلي. هذه وجهة نظري، وإحنا في مباراتنا كمان يعني خسرنا المباراة في الدقيقة الأخيرة. أنا هاجي لمواجهة شباب لوزداد وميدياما إذا سمحت لي، بس نقول أن شباب لوزداد يعني ضيع بعض الفرص، لكن ما نقول كذلك أنه طيب قدم مباراة كبيرة. قبل ما أتكلم على نتائج الفرقتين إذا سمحت لي، يهمني اعرف يعني حساباتكم بالنسبه لمباراه او لمواجهه الاهلي هنا في مصر. اعتقد ان حسابات المجموعه بعد النتائج الجوله الثانيه اصبحت معقده الى حد كبير. خساره شباب لوزداد مباراه الجمعه القادمه هتصعب بشكل كبير جدا من فرصه ومن حظوظه، وبناء عليه من وجهه نظرك طبعا تقديراتك لاهداف شباب لوزداد من مواجهه الاهلي يوم الجمعه اللي جايه. شباب لوزداد يتنقل على مصر من اجل الفوز صراحه، يعني انا اقول لك كيف يفكر الان فريقنا، معنوياته مرتفعه جدا، هو يفكر في الفوز، لكن التعادل بيناسبنا احنا، لانه ليش التعادل؟ معناها اربع نقاط، فاذا كان فريقي حب يتاهل للدور الثاني على الاقل يحقق تسع نقاط. احنا نقول ان ربما بامكاننا نفوز على ملعبنا، بامكان المباريات وحتى في مباراة العودة يعني أمام الفريق يونغ أفريقيا المنظم، أن المباراة راح تكون صعبة، يعني فريقنا عنده إمكانات، مثل ما تحدثت مع العديد من القنوات، فريقنا عنده إمكانات وعنده لاعبين عندهم تجربة تتجاوز أعمارهم 30 سنة، لعبوا في المنتخب ولعبوا خارج الوطن، إذا عندهم تجربة، عندنا حارس ممتاز، عندنا دفاع ممتاز، عندنا في الهجوم ثلاثة مهاجمين ممتازين، وبالتالي نقول أنه تبقى حضورنا قائمة في هذه المباراة، ولو أن الأهلي يبقى فريق كبير ومحترم، لكن أقول لك بصراحة أن فريقنا جاي بمعنويات مرتفعة، جاي على أساس أنه أبسط شيء أنه يعمل تعادل، يعني هو يفكر أنه راح يفوز في مصر. هو هذه هي معنويات الفريق والمدرب ومسيري الفريق، يقول لازم بعد الخساره 2-1 في المباراه الماضيه، يقول ان فريقنا عنده استعداد وعنده امكانات باش يحقق نتيجه ايجابيه، يعني ليش لا؟ طيب لكن في كره القدم كل شيء ممكن. طبعا الاهلي ما قدم اذا سمحت لي، يعني خلينا النواحي الفنيه دي بالمباراه، وبالتالي يعني في مثل هذه المباريات لا يمكن ان نحدد ونقول يعني أكيد طبعا بس الدوافع يعني مفيش فريق بيلعب كرة يا سيد عبد القادر ما عندوش الرغبة في تحقيق الفوز سواء على ملعبه أو خارج ملعبه.
لكن وانا هاجل بس إن الناحيه الفنيه قياسا على المباراتين اللي خاضهم فريق شباب لوزداد. الاولى كانت على ارضه امام يانج افريكانز، والحقيقه يمكن رغم خساره يانج افريكانز لانه قدم مستوى ومردود طيب جدا وكان في اوقات كتير جدا بيمثل خطوره على شباب لوزداد، او مباراته الثانيه اللي خسرها امام ميدياما حديث العهد بالبطوله. لكن بدايه خليني اعرف منك، هل عندكم اي مواجهات على المستوى المحلي قبل مباراه الجمعه القادمه؟ لا معنا ما فيش، احنا المباريات توقفت، ما لعبنا حتى مباراه، ما لعبناش يعني منذ ان فزنا ب3-0 ما لعبنا مباراه. منتظر تيجي يعني مباريات الدوري بالنسبه لفريقنا اللي شارك في هذه البطوله ما اخذ اي مباراه في اطار الدوري. بالنسبه لقائمه يعني الفريق، هل هتشهد اي غيابات؟ يعني فريق جهز نفسه للمباراه والمباراه الافريقيه، يعني المجال مفتوح امام فريق تحضير جيد. بالنسبة لقائمة الفريق اللي هتوصل لمصر إن شاء الله هتشرفونا هنا، رحلة الفريق بداية هتكون إمتى؟ وهل في أي غيابات في صفوف فريق شباب لوزداد نتيجة لا قدر الله إصابات أو نتيجة إيقاف؟ بالنسبة للإيقاف ما في، يعني في عدة إنذارات بالنسبة للاعبين، لكن إيقاف ما عندنا إيقاف. الفريق على كل في مجموعة كبيرة من اللاعبين، كداب المدافع الذي خرج، الطبيب لم يقرر بعد لانه لازم يكون في اجتماع بين المدرب او الطاقم الفني والمدرب حتى يقررون اذا كان يعود في المباراه، لانه خرج في المباراه اللي هو كداب قائد الفريق قلب الدفاع. بالنسبه للمجموعه هي نفس المجموعه راح تتنقل، ولكن من سيلعب، من هو الاساسي ومن يلعب في دكه الاحتياط، هذا المدرب هو اللي قرر. لحد الان راح المدرب بكره راح يعطينا القائمه تاع كل الفريق، لكن من راح يلعب او من يغيب هذا صراحه والله ما عندي فكره. طيب ازاي بتشوف شكل المنافسه في المجموعه سيد عبد القادر؟ يعني يمكن ميدياما لغايه دلوقتي الحقيقه يمكن يكون هو الحصان الاسود داخل المجموعه الرابعه. ازاي بتشوف المنافسه؟ ازاي بتشوف مين الفرقتين اللي حظوظهم او فرصهم اكبر في التاهل عن المجموعه دي من دوري الابطال؟ والله انا سبقت وقلت لك انه صراحه الان في هذه البطوله يعني كل فريق شفنا الوداد كيف خسر، شفنا كيف سان داونز خسر، يعني كل شيء ممكن، يعني حظوظ كل فريق وارده، لا يمكن ان نقول ان فريق ضعيف او كذا، يعني كل شيء ممكن. انا في البدايه تحدثت مع قنوات من التلفزيون المصري عن ما تحددت المجموعات، قلت ان الاهلي سيكون من المرشحين يعني الوصول الى الدور الثاني، لكن الان اتضحت الامور ان كل شيء صعب. يعني اذا ممكن اذا كان فاز بكره الاهلي حظوظه تكون كبيره جدا، اكيد ان حظوظه يعني يصبح عنده الفريق يصبح عنده 7 نقاط، فحظوظه تكون كبيره لان المباراه القادمه راح يلعبها مع يوبوز على ملعبه، يعني 7+3 7 ب10 نقاط اكيد يتاهل. ولكن كل شيء يتوقف على مباراه الغد. اذا كان الاهلي تعثر فتبقى يعني حظوظ كل الفرق اللي بالمجموعه حظوظ قائمه، كل شيء ممكن. هل في تنظيم لرحلات من نظري يعني بتجربة هل تتوقع حضور جماهيري من نقول ان كل شيء ممكن في كرة القدم، واصبحت الفرق التي تشارك في الشامبيونز ليج لها مستوى ولها حظوظ ولها فكرة الان على البطولة، يعني تلعب بدون خوف عندما تلعب مع فرق كبيرة معروفة عندها تجربة في الميدان وتجربة في هذه البطولة، تلعب معها بدون عقدة وبدون خوف. أكيد طبعا هذا هو ممكن. إذن كل شيء ممكن، يعني صراحة كل شيء ممكن بالذات في كرة القدم كل شيء وارد، لكن يمكن عشان احنا يعني كجماهير حتى مش بس كلاعبين او كجهاز فني بقى عندنا خبرات، مرحله دور المجموعات دايما مختلفه عن المراحل الاقصائيه، ويمكن كل الفرق الكبيره بيبان مستواها الحقيقي في المواقف الصعبه او في الادوار الاقصائيه لما بيبقاش فيها اي فرصه للتعويض. خليني اسالك، هل في رحلات هيتم تنظيمها لجماهير شباب لوزداد للحضور لمباراه الاهلي والشباب يوم الجمعه؟ اي نعم، في حضور في جمهور يتنقل. نعم اهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني. هو يتنقل ولا حبيت اذكرك في شيء، تذكرنا العام الماضي الاهلي مثلا كاد يخفق
في دور المجموعات صح ولا لا؟ مظبوط. والتأهل يعني ما كان بسهولة العام الماضي بالنسبة للأهلي في دور المجموعات. ألو؟ ورغم كده ورغم البداية المتعثرة ورغم كده عاد بقوة في صحيح. في الدورة الثانية يعني أيه. هذه كرة القدم فيها لكن أقول بصراحة يعني فريقنا وصل 4 مرات للدور الربع نهائي على التوالي لم يتخطى دور الربع نهائي الهدف الآن الجول بتاعنا صار الوصول على الأقل للدور النصف النهائي لكن في كرة القدم هناك نقطة استفهام كل شيء موارد وكل شيء ممكن ولذا أنا أشير من قبل إن شاء الله نتمنى أن تفوز المباراة فيه روح رياضية نتمنى أن الفريق الأقوى الفريق اللي يفوز لازم نعترف له ولازم نحييه هذه أنا أمنيتي وأمنية كل الناس العاقلين والناس اللي تفكر تفكير جيد لأن كرة القدم لازم تكون هي بالعكس صداقة ومودة طبعاً طبعاً مش أكيد مش أكيد كرة القدم نريد طبعاً. أن ننسى كل الأمور اللي هي مش كويسة صراحة صحيح. إحنا لو يفوز الأهلي صراحة إحنا والله نتمنى له كل الخير هذه هي يعني كرة القدم إحنا ما نحب نوصل لهذه الأمور اللي هي تفسد يعني العلاقات وهذه الأمور إحنا ما نحبها إحنا نلعب مع فريق كبير وإحنا كذلك عندنا فريق كبير وش نتمنى أن المباراة تفوزها روح رياضية بطبيعة الحال المشجع يحب فريق ويفوز كل واحد وأنا أنا شخصيا نتمنى أن شباب الوزداد هو اللي يفوز لكن إذا كان الأهلي أقوى مني فأعترف له وأرفع له القبعة وأقول له شكرا بارك الله فيك في النهاية سيد عبد القادر هي مباراة بين أشقاء نتمنى أنها تكون على مستوى عالي أشقاء وبعدين هذه كرة قدم طبعا مش طبعا مش طبعا حرب يعني كرة قدم يعني إحنا نتمنى كل الخير طبعا صراحة والله الواحد يتمنى الخير إحنا أشقاء وإخوة وكفانا هذه المشاكل طبعا هذه. طبعا ده شيء ما فيش شك انا شخصيا والله ما نحب الامور هذه انا احييك على ده واكد على كلامك هو اللي يفوز واكد على كلامك الرياضه عموما مش بس كره القدم هي وسيله من وسائل التواصل والمنافسه الشريفه بعيدا عن كل انواع التعصب او الكراهيه والله صحيح. صراحة هذا ما نتمناه صحيح كنا نحكي انا اليوم كنت نقرا في مقال هنا في الجزائر مقال عجبني كثير يعني مقال وين صحفي يتكلم عن العلاقات الطيبة وكذا يعني مباراة كرة قدم لا اكثر صحيح معناها هو الاقوى صح في بعض الاحيان فيها حظوظ لكن مش دائما الحظوظ تيجي مرة في الالف لكن عندما يفوز عليك فريق بالأداء وبالأهداف ينبغي أن تعترف له أنه أقوى منك نتمنى وصولكم بالسلامة تشرفونا هنا في بلدكم الثاني في القاهرة مش عارف رحلتكم هتكون على برج العرب وعلى اسكندرية مباشرة ولا هيكون في محطة في القاهرة نتمنى لكم سلامة الوصول ونتمنى لكم طبعا التوفيق في مشواركم وأنا شخصيا أتمنى تأهل الأهلي وشباب بلوزداد عن المجموعة الرابعة في البطولة وكل التحيه لماركوس باكيتا بقى اللي هتكلم عليه طبعا مع ضيوفي نادر وسعيد دلوقتي بشكرك سيد عبد القادر طبعا شنيوني مدير الاعلام في نادي شباب بلوزداد ونتمنى لكم ان شاء الله باذن الله اقامه سعيده في بلدكم الثانيه مصر. طيب الليفر النهارده كسب في مباراه ملحميه يعني ما تابعتش الجزء الاخير منها كسب 4-3 وتوتنهام تقدم وسيتي تعادل من شويه شفت لحظة الألم لحقتني طيب خليني أروح لنادر وإحنا يمكن كنت بسمع رأي سعيد عن المباراة أنا بيتهيألي إن واحدة من الإيجابيات أنا بص يا نادر أنا شايف إن المرحلة دي صعبة جدا صعبة على كل مستويات صعبة بالنسبة للجمهور جدا في قلق وتوتر صعبة على مستوى اللاعبين اللي حاسين بإن هم ما بيقدموش المستوى اللي هم قدموه السنه اللي فاتت والجمهور متوقعه منهم الضغط اللي موجود على مارسيل كولر نتيجه انه البدايه السنه دي مغايره تماما للمستويات الرائعه فهي مرحله ضغوط في توقيت صعب عندك مواجهه وحيده اخيره قبل ما تروح لبطوله كاس العالم اللي بنتمنى ان الاهلي فيها يقدر يروح لبعيد وعندك مواجهه صعبه مع شباب بلوزداد هنا هيكون ليها تاثير كبير جدا على مشوارك في مرحله المجموعات في دوري الابطال ازاي تتعامل مع المرحله دي من وجهه نظرك هل القصه زي ما قال سعيد من شويه هي انها قله تركيز ولا شايف انه الضغوط المتراكمه من اول السوبر الافريقي مرورا بالدوري الافريقي مرورا بتعادلين في الدوري المحلي
زودت من حجم الضغوط على الفرقه، وبالتالي ده كان ليه تاثير عكسي. هبدا يعني من حيث ما انت انتهيت، وتحديدا الخساره بتاعه السوبر الافريقي. الخساره دي عملت زي هزه كده بسيطه في بدايه الموسم، في بدايه السيزون، في الوقت اللي اصلا كان لسه الاهلي ما كانش خلص قصه المهاجم. بعد قبل ما كان يجي انتوني مودست، بعد كده انتوني مودست بيوصل، وبعد ما بيوصل بيبقى فيه مشكله ان هو يشارك. ضيف على كده بعدها بتشارك في بطوله السوبر ليج، اصابات بالجمله، انت بتلعب سيمبا وغايب عنك 5 أو 6 لعيبه، مرورا بالتوقفات الدوليه اللي حصلت، وان بعد كل توقف لعيبه بتجي لك بدنيا تعبانه. ده كله حاجات. السوبر ليج ده انا ممكن اقف معاك فيه كتير لو اكلمك كجمهور. السوبر ليج انت كنت كسبان سيمبا هناك وفرطت في الفوز، هنا فرطت في الفوز، ماتش سان داونز فرطت في الفوز. يعني اصل كلها ماتشات سهله، مش هنقول سهله بقدر ما هي كانت في المتناول. يعني انك انت تقدر انك انت تعمل نتائج احسن من كده. ما انا جاي لك في الكلام ان كل الحاجات دي مع النتائج السلبيه، مع الخروج من بطولتين، مع خساره بطولتين في اقل من 3 شهور، ده شيء طبيعي جدا ان هو يعمل هزه، يعمل خلل بسيط في المنظومه كلها بشكل عام، مش بس في الفريق. فاللي بيحصل دلوقتي ان زي ما سعيد تفضل وقال لك ان بيان النادي الاهلي كان واضح وصريح جدا ان بمجرد ما في اي لا قدر الله سقوط تاني او احساس بالتخاذل تاني، وان كنت ما كنتش متفق مع جمله التشبع بالبطولات، لان ما فيش نادي كبير في الدنيا بتشبع بالبطولات، لكن حاله اللعيبه هي امر واقع ان احنا شايفين ان هو بيحسوا بحاله تشبع. بس انا اقصد ما ينفعش ان انا اديهم الشماعه دي. هو احنا لو الاهلي كان كسب ماتش امبارح سعيد كنا هنبقى بنقول الكلام ده اكيد. اكيد الموضوع مش متعلق بمباراه واحده، احنا بنقيس من بدايه مباراه اتحاد العاصمه الى مباراه امس. احنا ملاحظين التراجع الكبير، ملاحظين ان في تفاوت ما بين الموسم الماضي وهذا الموسم. لكن انا مش عايز ارجع كل شيء لفكره التشبع او فكره الجانب النفسي. الجانب النفسي هو عامل مهم جدا، لكنه مش كل شيء. ومطمئن، مطمئن لاستراتيجيه النادي الاهلي. يعني انا مطمئن زي ما عديت لحضرتك. انا النهارده كنت ببدا الحلقه وبقول لو اعتبرت دي نقطة في مشوار طويل، ففوزك بنهاية المشوار بينسيك. وقارنت حتى انه الاهلي السنة اللي فاتت قدم ماتشات اسوأ من اللي قدمها امبارح، وعمل نتائج اسوأ من اللي حصلت امبارح، ورغم كده توج في النهاية في نهاية المشوار باللقب. صحيح، وانا ما زلت ثقة لو احط عنوان عريض لنهاية الموسم من دلوقتي، الاهلي هيفوز بكل شيء ان شاء الله. ما عنديش شك، وحتى العصرات اللي حاصله في انطلاقه الموسم هي منطقيه جدا. يعني لما تتعادل مباراتين في الدوري او تبتدي باربع نقاط في دوري ابطال افريقيا، في حين ان كل المتنافسين المباشرين على اللقب سان داونز، الوداد المغربي، استعرض معاك نتائج امبارح، نتائج جوله ثانيه دي، فاحنا ما زلنا في اطار المنطق. لكن احنا بنتحدث عن اهلي الموسم الماضي، وده كان متوقع لما تدخل موسم ظلم نفسه كولر بان هو حقق العلامه الكامله السنه دي. بالظبط، ده رقم واحد. يعني رقم واحد بيدفع ضريبه ده دلوقتي. بالظبط، بيدفع ضريبه ده رقم واحد. رقم اتنين، كولر اصبح يعني مكشوف شويه بالنسبه للمدارس الافريقيه. الناس يعني لما كان جاي جديد الناس مش عارفه هو بيفكر ازاي، ايه نقاط القوه عنده، ايه التكتيك اللي بيركز عليه. لكن في مباراه اتحاد العاصمه على سبيل المثال، الراجل قفل كل مفاتيحه، كان واعي جدا ازاي هو بيلعب خلف المدافعين، ازاي هو بيركز على الانقضاض في المساحات، قفلها كويس جدا جدا، وكان قارئ جيد جدا. فهنا كولر اصبح مطالب بالبحث عن افكار جديده. وده اللي بيحصل. يمكن انا لفت نظرك او قلت يا استاذ احمد الحلقه اللي فاتت ان اهلي 24 لم يبدا بعد، لان كولر مازال في اطار تشكيل شكل جديد. يعني مثلا انا شفت خناقه امبارح كبيره في استوديوهات كتير، هو امام عاشور بيلعب 8 ولا 10؟ طب هو بيلعب بره على الطرف ولا بيقرب للعمق؟ ليه؟ لانه مازال كولر بيستكشف انهي منطقه احقق منها اكبر استفاده من لاعب زي امام عاشور. ازاي ادور على سبل لتعويض الدور الكبير اللي كان بيلعبه لاعب اهميه حمدي فتحي؟ طيب لما يكون المهاجم الرئيسي بتاعي كهربا غايب 8 ماتشات كامله ايقاف، هل ده ما ياثرش على الشكل الخططي بتاعي والتكتيك بتاعي؟ فكل العوامل دي، ضف الى ذلك اصابه بيرسيتاو اهم صانع لعب في الفريق، يعني تمحورت فكره صناعه اللعب الموسم الماضي. ازاي نجمع عند تاو الاكثر جوده في 1-1 اللي بيقدر يدخل العمق ثم ينقض حمدي فتحي او غيره في المساحات؟ فهنا الادوات الرئيسيه اللي كانت فعلة مع كولر الموسم الماضي متعطله في الانطلاقه، مش معناها انها هتفضل متعطله طول الموسم. فعشان كده انا بشوف ان حتى النتائج اللي حصلت ان كانت سلبيه لكنها منطقيه، ومع معالجه الافكار اللي بنتكلم فيها، مع الوصول لصيغه جديده، مع توظيف مثالي لامام عاشور، مع عوده تاو لادائه، مع عوده كهربا للمشاركه والوصول للتوب فورم اللي احنا
عارفينه عنه مع استعاده علي معلول. شايف ان امور كتيره جدا ممكن ترجع، شايف انها تفاصيل صغيره. ان انا بقول طول الوقت ما تختصروش الموضوع في الجانب النفسي. في لعيبه ما كانتش موجوده في بدايه الموسم، احنا في انطلاقه الموسم، ودايما ركز دايما ازاي مانشستر سيتي بيبتدي الدوري كل سنه وازاي بينهي الدوري. طيب خليني اخد من كلام سعيد يا نادر واسالك، لانه التوقيت هنا فارق جدا. يمكن الكلام اللي قاله سعيد كله انا متفق مع يعني جزء كبير جدا منه، خصوصا انه في ناس شايفه انه السنه اللي فاتت كانت واحده من الحاجات اللي كتير جدا انا شخصيا هنا اتكلمت فيها مع ضيوف كتير، اتفقت ناس عليها، انه مع كولر الاهلي مش بس اتطور جماعيا، ده في لعيبه كمان مع كولر اتطورت بشكل فردي اكتر من رائع. وعلى العكس انا حاسين انه مش هقول اسماء، لكن في لعيبه كتير جدا حتى اللي رجلها في الملعب مفيش ايقاف او مفيش اصابات مش مقدمه نفس المردود اللي كانت بتقدمه مع كولر. سؤالي انا تحديدا مرتبط بالتوقيت، ازاي في ظل الوقت الضيق ده عندك مواجهه مهمه جدا مع شباب لوزداد هتكلم فيها معاكم بالتفصيل، لكن خلينا نروح لما بعدها شويه، وهي انك انت من بعد المحطه دي رايح لكاس عالم. هل شايف انه الفرصه مهيئه قدام الاهلي او قدام مارسيل كولر انه يحضر او يجهز البطوله يمكن تكون الاكثر جماهيريه، يمكن على مستوى الالقاب والاهميه مش هي نمره واحد، بالتالي على مستوى الالقاب والاهميه تشامبيونز ليج افريقيا هي الاهم بالنسبه للجماهير، لكن على مستوى الجماهيريه مشاركه الاهلي في كاس العالم بالتاكيد هي نمره واحد. هل شايف انه الفتره دي كافيه ان احنا نرجع تاني اون تراك؟ هل شايف انه محطه شباب لوزداد لازم تبقى محطه رئيسيه في الاستعداد لكاس العالم، ولا ده مش وقت الكلام ده واحنا هناخد كل مرحله او كل محطه او كل مباراه كبطوله منفصله عن الثانيه؟ انا متفق مع الراي الثاني في ان احنا ناخد كل مباراه منفصله على يعني على حده زي ما بيقولوا. ليه؟ لان انت دلوقتي عندك بطوله كاس العالم للانديه المستويات مختلفه عن المستويات اللي انت بتواجهها في افريقيا او في الدوري. اعلى طبعا، اعلى طبعا بكتير. انت بتلاعب كواليتي مختلف تماما في اتحاد جده، لو تعديت اتحاد جده فلومينينزي بيضم عدد من اللعيبه اللي عندنا فلومينينزي مانشستر سيتي ما فيهاش غير ان احنا ندعي وبعد كده نشوف بقى مارسيل كولر ايه اللي هيعمله. عايزين نلعب جيم كويس قدام السيتي بس، بالظبط مش مطلوب من الاهلي يعني. طبعا يا ريت ما حدش يكره او كلنا نتمنى ان الاهلي يكسب السيتي، ده شيء ما فيهوش نقاش طبعا، بس يعني انا بقول انه 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 الاهلي العالمي اللي صحف العالم كلها اتكلمت عليه حتى وهو بيخسر من ريال مدريد وبيخسر من بايرن ميونخ والكل اشاد بالاهلي، ومع العروض الرائعه اللي قدمها قدام الهلال ومونتيري وبالميراس وقدر انه يكسب الاهلي النهارده بقى في حته تانية، والعالم كله بيبص للاهلي بكل احترام والتقدير. فلما توصل لو نجحت ان شاء الله يعني توصل للسيتي الجماهير نفسها انا شايف مش طالبه منك حاجه، مش هتبقى طالبه منك حاجه انك يعني تلعب جيم كويس قدام مانشستر سيتي. بالظبط، هي دي القصه، انك بتلعب من غير ضغوطات فبتقدم افضل ما عندك. ده اللي حصل في مباراه بالميراس اللي كسبناها في 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 على المركز الثالث، وده اللي حصل في مباراه ريال مدريد اللي يمكن النتيجه كانت خادعه جدا جدا فيها حقيقي، وقدمنا مباراه كبيره جدا من مارسيل، ومحدش زعل من النتيجه. لا لا لا، انا واحد من الناس كنت شايف النتيجه كانت ظالمه. ايوه ظلمة تماما بعد اللي حصل يعني. لكن هرجع لسؤالك يا احمد، وهي فكره ان الراجل عنده فعلا وقت ان هو يجهز او يجدر الدوافع في الفرقه قبل بطوله كاس العالم للانديه، وقته ضيق جدا من بدايه السيزون. يعني لو هنتكلم على وقته اصلا ما بين الفرق ما بين الماتشات، وقته ضيق جدا سواء في الشامبيونز ليج او في الدوري او حتى بطوله السوبر الافريقي او بطوله دوري السوبر الافريقي نفسه. كل الحاجات دي كان ما بينهم فروقات قليله قوي. لو تلاحظ احنا مباراه سيمبا لعبينها بعد التوقف الدولي بثلاث ايام، احنا كنا لاعبين الاربع توقف دولي، كان اخر مباراه الاربع الجزائر، وبعد كده رحنا لعبنا سيمبا، بعد كده التوقف اللي بعديه سيراليون، بعدها بثلاث ايام رايح بتلعب في دوري ابطال افريقيا، كانت مباراه ميدياما اللي هي كانت اول مباراه، كان ومباراه الجونه اصابات بتطلع بيها من مباراه الجونه، مباراه الاخيره يانج افريكانز سموحه، وبعدين يانج سموحه اصابات في ساعه الماتش وقبل الماتش، ويانج افريكانز قبل الماتش على طول بيتصاب محمد عبد المنعم. غير طبعا الاصابات اللي بتحصل في بطوله السوبر. فكل الحاجات دي عوامل مؤثره بشكل سلبي اكيد على اللي الراجل بيعمله، ولكن الناس هجمت مارسيل كولر بشكل كبير جدا في مباراه سموحه، وكان الهجوم من المدرجات نفسها او شخص هاجمه، كل واحد ليه الحق ان هو يهاجم الراجل. لكن هل مارسيل كولر يسال عما حدث في مباراه يانج افريكانز امبارح؟ لا قطعا لا. انا متفق مع سعيد في بدايه كلامه لما قال مارسيل كولر اكتر حد اتظلم، واكتر حد اتظلم سواء تشكيل، هو بادئ بالعناصر اللي بادئه المباراه هي افضل العناصر المتاحه، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو تحمل عبء المباراه في وقت ما في الشوط الاول. هو ثم بدا، انا عندي علامه استفهام لو انت هتاخدنا الماتش امبارح قبل ما نروح لماتش شباب لوزداد، معلش هاخد دقيقه واحده قبل الفاصل.
هو ايه سر التحول؟ يعني سالت نفسي ايه سر التحول؟ لانه الاهلي الشوط الاول مختلف تماما عن الشوط الثاني. سعيد، انا شفت الاهلي اكثر فعاليه، اكثر استحواذا، اكثر خطوره، اكثر صناعه أفشل. للفرص باختصار شديد 180 درجه قفشه، لان قفشه هو يعني ضابط الايقاع الوحيد، يعني مش عايز اقول في الاهلي، من ناس قليله جدا في مصر بيعملوا ده. يعني انا طوال الوقت بقول ان وجود قفشه في قائمه منتخب مصر امر لا غنى عنه. ليه؟ لانه عنده التنوع اللي ممكن تغير بيه مباراه. كل لعيبه مصر شبه بعض في نص الملعب، قفشه هو اللاعب الوحيد اللي ما زال. هل مارسيل كولر ما كانش شايف ده في قفشه قبل اختيار التشكيل؟ شايفه ولا شايفه او شايله جنب ورقه؟ لا هو شايفه، بس هو بيستخدمه استخدام مثالي. انا بشوف ان قفشه مع مارسيل كولر هو الاداه اللي بيغير بها المباريات، واللي هو بيقدر من خلالها يحدث التحول. واكبر مثال على ده نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الوداد، شكلنا قبل قفشه وبعد قفشه، وكان هو المفتاح والسر اللي خلانا مسكنا الكوره، طلعنا لقدام، مكن زمايله، شكلنا خطوره، سجلنا. السيناريو ده بيتكرر في كل مره. مهم ان انت تمتلك جنبك حلول. مهم ان انت ما تدفعش بكل اوراقك. فانا بشوف قفشه هو بيلعب الدور ده دلوقتي مع كولر، بيأجل حلوله للجزء الاخير من المباراه، زي ما هو برضو بيوزع الدقايق على اللاعبين، لانه عينه على نهايه الموسم. فانا بشوف الراجل عنده رؤيه، مش بيستعجل، وشغال بشكل كويس، وثقتك في كولر كبيره جدا. طيب خليني اشوف واقرا مع نادر ومع سعيد نتائج امبارح تاثيرها على سباق التاهل للادوار الاقصائيه. يقينا على الاقل بالنسبه للفرق الكبيره ابدا مش ممكن تخدعني نتائج مرحله المجموعات، لانه انا بتهيألي الوجه الحقيقي للانديه البطله او الانديه اللي بتنافس على اللقب بجد، اللي عندها رغبه في تسعى لتحقيق اللقب، وجهها الحقيقي وامكانياتها الحقيقيه بتظهر في الادوار الاقصائيه في النوك اوتس. لكن تعالوا نقرا كده ونشوف، هل شكل الخريطه في المنافسه على بطوله افريقيا السنه دي اتغير؟ هل ممكن يكون في مفاجات ورد حدوثها من مرحله المجموعات قبل ما نوصل للادوار الاقصائيه؟ هسمع راي نادر وسعيد معايا في السادسه ومع حضراتكم طبعا، لكن بعد الفاصل. ان لم تكن افضل النتائج فهي من افضل نتائج الدور او الجوله الثانيه من دور المجموعات، نتيجه مباراه الاهلي ويانج افريكانز اللي كانت ممكن تبقى افضل وافضل لو كسبنا طبعا. لكن في النهايه لما تيجي تشوف ونراجع نتائج ماتشات امبارح تجد انه مفيش تقريبا مباراه خلت من مفاجاه على مستوى النتائج. هنشوف بقى كمان تاثير نتائج الجوله الثانيه على ترتيب المجموعات، اللي خليني اقول لكم اربع مجموعات مفيش ترتيب فيها منطقي. صحيح احنا بالنسبه لنا في الرابعه الاهلي في الصداره ما زال، لكن في النهايه لما تبص لشكل الفرق او ترتيب الفرق في المجموعات دي اكيد في كل مجموعه في مفاجاه. تعالوا نستعرض مع نادر وسعيد نتائج الجوله الثانيه. اتفضل يا نادر. يعني احنا لو جينا بصينا على مباراه مازيمبي وسان داونز، انا اتفرجت على جزء كبير من المباراه تحديدا الشوط الثاني. مازيمبي بيفوز طبعا جحيم لومباتشي زي ما بيقولوا عليه. وان كان الفريق نفسه تراجع الفتره اللي فاتت بعد بس مكسب سان داونز معناه انه برده لسه موجود بالظبط. فالفوز على سان داونز رغم الخساره من بيراميدز في المباراه الاولى، فوز على سان داونز وسان داونز ما كانش عنده غيابات باستثناء سيرينو اللي شارك في اخر خمس دقائق بس لانه كان عنده اصابه وشارك في اخر خمس دقائق يعني كاضطراري بشكل اضطراري. فريق سيمبا قدام فريق جالاكسي الساحر يعني ما نفعوش في المباراه دي. سيمبا قدر ان هو يتعادل معاه، ودي النقطه الثانيه لفريق سيمبا في خلال المباراتين بيحقق نقطتين. فريق بيراميدز والاجواء الافريقيه الحقيقيه مفاجاه لفريق بيراميدز مفاجاه. فريق موريتاني كان المحلل محمد العلوي، كان المحلل الموريتاني اتكلم عن الفريق ده في بدايه السيزون، قال لك ان مبارياتهم على ملعبهم هيكون صعب على بيراميدز وعلى سان داونز. هنتكلم على فريق نوازيبو ده معاه بيراميدز وسان داونز ومازيمبي مع الثلاثه، المفروض يعني انه ثلاثه تقال من تقال القاره يعني. القيمه السوقيه بتاعتهم اصلا 10 اضعاف الفريق فريق نوازيبو، ولكن الفوز بثنائيه والهدف الثاني كان هدف اقل ما يقال عليه ان هو كان مارادوني، هدف عمل كل حاجه في دفاعه ووسط ملعب فريق بيراميدز. كانوا بيلعبوا 10 بالظبط، كانوا بيلعبوا 10 لعيبه من الشوط الاول. مباراة يانج افريكانز والاهلي، وطبعا يعني القتلة حديثا الكلام عنها وقتل بحثا في خلال من امبارح للنهارده، لكن في النهايه الاهلي متصدر. فريق اسيك ميموزا واسيك والوداد دي يمكن تكون اكبر مفاجاه، مش بس على مستوى الجوله الثانيه لكن على مستوى مرحله دور المجموعات، ان الوداد في اول مباراتين مره على ارضه ومره خارج ارضه بيخسر رصيده صفر من النقاط. كان في دايما
كل بدايه سيزون في دوري ابطال افريقيا يقول لك ان الاهلي او الوداد بيبداوا وحش ويجوا في النهايه يقول لك ان صح. لا النهايه على القاهره الخناقه على ملعب بالظبط النهايه تلعب فين ولكن الحقيقه ان بدايه الوداد المره دي هي الاسوء اسوء بكل ما تحمل الكلام من معنى صحيح. نفس الكلام بينطبق على النجم الساحلي اللي خسر المباراه الاولى قدام الترجي وعلى الاقل الوداد خسر خارج ملعبه بالظبط قدام اسد لكن امبارح النجم الساحلي بيخسر على ملعبه من بيترو اتلتيكو ماتشين ورا بعض في تونس بعد الخساره من الترجي في رادس المباراه الثانيه قدام بيترو اتلتيكو الفريق يخسر برضه اللي بيقدر يلعب دور المجموعات بشكل مميز جدا وبيقدر يتاهل للادوار الاقصائيه من خلال ان هو بيقدر يجمع نقط بشكل او باخر سواء خارج ملعبه او داخل ملعبه فريق عارف كويس جدا كيف تدار مباريات دور المجموعات قبل الداي 2 او قبل يوم ماتشات يوم 2 ديسمبر كان في جوله بين الترجي التونسي والهلال السوداني المباراه دي اتلعبت في تنزانيا انتهت بفوز الهلال بنتيجه 3-1 وميدياما اللي بعتقد انه عمل مفاجاه كبيره حتى لو على ارضه وعلى ملعبه انه يكسب شباب لوزداد بنتيجه 2-1 بعتقد برضو انها واحده من المفاجات اكبر مفاجاه من وجهه نظرك سعيد في نتائج امبارح طبعا خساره بيراميدز قائمه لاعبين قويه جدا امام فريق واعد جديد قليل الخبرات وما بيضمش عناصر بحجم العناصر اللي في بيراميدز فبالتالي كانت نتيجه مفاجاه جدا لكن انا بشوف ان في حاجه مهمه بتحصل في السنين الاخيره ان الفجوات بتتقارب ما بين الجميع حتى على مستوى المنتخبات بتلاحظ في امم افريقيا بنقابل اسماء صغيره لكن بنواجه صعوبات كبيره مش بس منتخب مصر كل منتخبات المصنفه في التصنيف الاول وده بيرجع لثوره العلم والتكتيك اللي حصلت واللي اعتذر عنها بالمناسبه خوان ماليلو بعد خساره البرازيل امام كرواتيا طلع وقال انا مدين لكره القدم بالاعتذار لان انا كنت واحد من اللي عقدوا اللعبه لكن انا بشوف ان هو اضاف يعني هو اضاف للفقراء اضاف للبسطاء اضاف لمحدودي الامكانيات وخلاهم قادرين النهارده يعملوا ينافسوا فريق زي بيراميدز ميزانيه مفتوحه امكانيات مفتوحه بيقابل فريق يعني لو شفت ميزانيته هتلاقيها مش 5% 2% فبالتالي اعتقد انه رصد بيلعب عداله ناقص. بالظبط فبشوف ان ثوره العلم يعني رسخت العداله ما بين الانديه واضافت كتير لكره القدم طيب نروح لترتيب المجموعات مع سعيد ونبدا بالمجموعه اللي هتظهر قدامنا على الشاشه المجموعه A المجموعه الاولى طبعا وجود بيراميدز في المركز الاخير هو اكبر مفاجات هو المفاجاه اكبر من وجود بيراميدز سعيد في المركز الرابع هو وجود نوازيبه في المركز الثالث يعني لو سألت أي حد ثلاث نقط دي حد ذاتها تخلي الجولة الجاية نارية وإحنا بنتفرج على قرعة طبعا توقعنا أن بيراميدز هيبقى ند قوي لسان داونز وقلنا أن احنا هنشوف مواجهة منافسة على البطاقة الأولى والمركز الأول لكن دلوقتي احنا بنشوف هل بيراميدز قادر بالأساس على أنه يخطف واحدة من البطاقتين التأهل ولا لا فبشوف أن المجموعة بالتأكيد مازيمبي سان داونز هيكون صاحب بطاقه من البطاقتين لكن مين هيتاهل معاه في خناقه كبيره قوي هتحصل ايوه واعتقد انه الجوله اللي جايه الى حد كبير جدا هتكون حاسمه بما انه الاربع فرق متساويين في رصيد الثلاث نقاط وللسوء حظ بيراميدز انه هيبقى عنده مواجهه سان داونز ذهاب اياب فاعتقد دي هتعقد الموضوع اكتر لكنها محتاج على الاقل فوق مكسب من ماتشين بالظبط عشان يحافظ على فرصه في التاهل بالظبط لكن خسارته للمواجهتين قدام او حتى سان داونز نقطه واحده اعتقد لن تكون كافيه وهتكون يعني خروج مبكر ومفاجئ وتكون اول مفاجات البطوله طيب نروح للمجموعه بي ايضا طبعا يعني طبعا دي المجموعه المقلوبه ده الجواب يعني اللي بيبان من عنوانه دي المجموعه اللي لو سالت 10 برضو في اول السيزون مين هيتاهل على المجموعه دي 9 منهم هيقولوا الوداد وسيمبا اعتقد يعني بالتحديد في السنوات الاخيره شفنا الوداد قد ايه فريق قوي جدا ومتواجد في الجزء الاخير من البطولات سواء نهائي او قبل نهائي لكن وجود اسك مفاجئ جدا اعتقد ان الوداد هيقدر يعود وهيقدر يكون واحد من المتأهلين هتكون الخناقة برضو ما بين أسك وسيمبا على بطاقة التأهل الثانية استبعدت جوان جالاكسي رغم أنه عمل يعني عمل مردود كويس جدا في جولتين 4 نقاط وقدر يكسب الوداد في ملعبه أعتقد دي برضو يعني تعلي من أسهمه شوية سعيد أكيد هو موجود مش بستبعده تماما لكن لو قلت لي هتختار مين أنا شايف إن الوداد قادر يعود بخبراته بقدرته على يعني إزاي يخرج من الظروف الصعبة زي النادي الأهلي بالظبط النادي الأهلي بيبدأ خد بالك إن مواجهة الوداد اللي جاية هتكون مع سيمبا الجريح
صحيح الجريحين صحيح الجريحين الوداد ورا بعض. الوداد قادر ياخد اربع نقاط من سيمبا يعني كده. خليني اقول لك انه يعني لو انت راهنت على الوداد اذا فاما الوداد او سيمبا خارج البطوله. بالظبط بالظبط يعني بنسبه كبيره. بس خليني اقول ان انا الوداد صعب صعب اتخيل الوداد خارج البطوله خارج البطوله في مجموعه زي دي فعلا. وكمان خبرات الوداد بتقول لك ان هو ازاي بيعرف يكسب حتى وهو سيء يعني. يعني حتى لما تفوق على سان داونز الموسم الماضي صح. كان سان داونز افضل بكتير جدا في الماتشين فعلا. فهو قادر يرجع حتى في اسوء ظروفه. فانا بشوف ان الوداد قادر يتجاوز الازمه. طيب نروح للمجموعه سي مع نادر. المجموعه سي بيتصدرها فريق برضو دي مجموعه برضه ممكن نقول عليها مفاجأة. يعني ترتيبها ما كانش متوقع يعني حقيقة. ما حدش ممكن كان يراهن على الترتيب ده في الدور في الجوله الثانيه من دور المجموعات خالص. بس بيترو اتلتيكو زي ما قلنا يعني كنت اتكلمت معاك يا احمد الاسبوع اللي فات قلت لك ان من اكتر الحاجات اللي بتميز بيترو اتلتيكو ان هو بيقدر يجمع بنقط ويقدر يجمع نقط في دور المجموعات بشكل جيد. بيقدر يلعب مباريات دور المجموعات ويعرف كيف يديرها. ايوه الفريق بست نقط في 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 المرتبه الاولى على فرق اهمهم طبعا الترجي والنجم الساحلي اتنين من ابطال القاره سابقا والهلال السوداني كمان. فريق الهلال السوداني برضو من ضمن المفاجات ان هو يكسب الترجي المباراه اللي فاتت ولعب في تنزانيا المره دي كان عادي جدا وما اتكلموش ولعبوا في تنزانيا وما عملوش الهيصه اللي بتحصل كل سنه بس عشان خاطر ان ده الترجي مش الاهلي. لعبوا الترجي وكسبوا في النهايه وقدروا ان هم ياخدوا ثلاث نقط مهمين جدا هيفرقوا معاهم في مشوار البطوله في اللي جاي لان الماتشين اللي جايين الاهلي غير يا نادر. طبعا ارتباط اسم اي نادي في القاره بالاهلي في اي مانشيت صحفي تسويق ليه. صح. وخليني اقول لك انه في ناس من السيزون للسيزون تنتظر مواجهه النادي الاهلي دي حقيقة. لتحقيق فوز عليه بصرف النظر عن انه هيحقق لقب وبطوله من عدم. دي حقيقة. يعني والله فكره غير الفوز حتى فكره انا كنت بقول لعيبه الاهلي في مرات في سيناريو سموحه بعد سيناريو سموحه وجونه دي بالنسبه لك مواجهه طبيعيه جدا وعاديه جدا من 34 مواجهه بتاخدها في الموسم. كل فريق فيهم في مواجهتك بيقدم افضل ما عنده. بالظبط صحيح. الفرق كلها بتلعب مواجهتين مهمين جدا في الموسم كله في الوقت اللي انت بتلعب فيه 34 مواجهه. بتكلم على مستوى الدوري يعني. بالزبط. في الوقت اللي انت بتلعب فيه 34 مواجهه في منتهى القوه. الفرق بتاعتنا في مصر والله اقسم بالله المستوى اللي بشوفه قدام النادي الاهلي او الفرق بتقدمه قدام الاهلي تماماً. لو اتقدم على مدار البطوله الدوري المصري بالامكانيات الضعيفه وبالارقام او بالقيمه السوقيه القليله دي يبقى واحد من افضل دوريات العالم. دي حقيقه دي حقيقه ومفيش اي اختلاف عن ده. وقلنا الكلام ده اكتر من مره مش بس إن احنا مش بنتكلم على الهلال حط جمهور يعني حط جمهور في الملعب في المدرجات املى المدرجات دي جماهير واللعيبه دي تقدم لي السيزون بنفس مستوى القوى هتلاقي دوري تاني خالص غير البطوله اللي احنا بنشوفها. صحيح دي حقيقه. نروح للمجموعه بتاعتنا بقى ونشوف اخبار الترتيب ايه بعد الدور او الجوله الثانيه في دور المجموعات. يعني الحقيقه لو جينا بصينا التعادل وان كان مؤلم لكنه ضمن لك الانفراد بالصداره. يعني لو جينا بصينا على كبار القاره كلهم يعاني يعني الاهلي اقلهم معاناه. يعني الاهلي دلوقتي هو اربع نقط في صداره المجموعه. المركز الثاني شباب بلوزداد. فوز الاهلي في المباراه اللي جايه يعني ان الاهلي بيفرق عن فريق شباب بلوزداد. فريق ميدياما كانت مفاجاه كبيره جدا ان هو يفوز على شباب بلوزداد في المباراه اللي فاتت رغم ان احنا كنا شفنا بعض البوادر من فريق ميدياما لبعض اللاعبين اللي كانوا مؤثرين شويه قدام الاهلي وكان في العين راحت عليهم في مباراه ميدياما. لكن يانج افريكانز رغم الاخطاء الساذجه اللي كانوا واقعين فيها ولكن للاسف الرعونه اللي كانت عند مهاجمي النادي الاهلي وضياع الفرص السهله جدا ادت الى ان هم قدروا ان هم يخرجوا بنقطه كانت هتبقى مهمه جدا ليهم ان هم يقدروا حتى على الاقل يكونوا في الماتشات اللي جايه ليهم فرصه. رغم ان فريق يانج افريكانز السنه اللي فاتت كان بيلعب نهائي الكونفدراليه مظبوط مع فريق اتحاد العاصمه. لا هو بالتاكيد فريق كويس جدا متصدر الدوري المحلي كسبان منافسين المباشرين سيمبا وعزام بسكور كبير جدا. دي حقيقة. عامل ميركاتو اكتر من رائع عنده لعيبه كتير مميزه لكن ده ما انعكس بشكل كبير عليه في الترتيب. انا معلش عايز الارقام معايا لانه عايز اقرا مع نادر ومع سعيد حسابات المجموعه دي في الجوله اللي جايه. الجوله اللي جايه الاهلي هيقابل شباب لوزداد في تاني مواجهات الارض للاهلي على ملعبه. الاهلي لعب مع ميدياما والجمعه الجايه هنلعب في برج العرب مع شباب لوزداد وبالتالي هيبقى متبقي الاهلي ثلاث ماتشات منهم اثنين خارج الملعب في الجزائر مباراه وفي غانا مباراه ثانيه. على الناحيه الثانيه يانج افريكانز هيواجه ميدياما الغاني وبالتالي قرايتكم للاهميه الحسابات سيبك من الكوره هتكلم معاكم في ماتش شباب لوزداد بعد الفاصل كرة ورأيتكم للسيناريو المباراة لكن لما بسألك حسابيا
شايف المجموعه ازاي سعيد؟ حسابيا انا بشوف مع الجوله اللي جايه بشوف ان شباب بلوزداد ضحيه توقيت الجدول وضحيه انه يلعب الاهلي ذهاب اياب وبشوف ان الاهلي هيفتح الباب امام مديامه انه يعمل المفاجاه في هذه المجموعه وانه يكون قريب جدا من انه يحصل على البطاقه الثانيه لان مديامه على ملعبه خصم صعب جدا جدا وفكره حصوله على الثلاث نقاط بتبقى قريبه جدا امام اي خصم بما فيهم الاهلي فاعتقد ان وقوع بلوزداد ذهاب اياب امام الاهلي هيحسم المواجهتين باربع نقاط على اقل تقدير واعتقد ان ده هيبعد بلوزداد وهيفتح الباب امام مديامه للصعود مع الاهلي. وصول الاهلي لاربع نقاط مع اربع نقاط من المباراتين مع الاربعه يبقى 8 مع شباب بلوزداد يعني ضمنت تاهل بالظبط. وصول الاهلي مع شباب بلوزداد لاربع نقاط مع شباب بلوزداد لاربع نقاط انه يكسب ويتعادل يضمن يعني لو ضمننا لو ان شاء الله ربنا كرمنا في الماتش الجمعه وكسبنا وجبت في المواجهه اللي بعدها تبقى برده مع شباب بلوزداد صحيح هتبقى مسجله بعد كاس العالم بس هتبقى برده مع شباب بلوزداد لكن في الجزائر حصول الاهلي على اربع نقاط من المواجهتين دول يضمن تاهل يعني يضمن بشكل كبير ان الاهلي يعني يضع قدم بالتالي كده شباب بلوزداد هيبقى بره الحسابات بالظبط ما هو لسوء حظ متوقف عند ثلاث نقط في حين ان الناحيه الثانيه انت مش عارف النتائج اللي هتكون ما بين يانج افريكانز وما بين مديامه لكن فعلا بتفق مع سعيد فكره ان مديامه على ملعبه خصم صعب جدا انا اتفرجت على الهايلايتس بتاع ماتش الشباب بلوزداد فريق صعب فريق عنده امكانيات فريق فعلا قادر يفرض امكانياته عشان شباب بلوزداد كان مديله الاتاحه لده طبعا في مصر كان الوضع مختلف شويه قدام الاهلي لكن ممكن الاهلي يدي المساحه او يدي الفرصه لفريق مديام ان هو يصنع التاريخ يعني يصعد لاول مره لدور الدور صحيح التاريخ. طيب تعالوا نتكلم على ماتش شباب بلوزداد وانا قلت لكم انه يعني على بالنسبه جماهيريه بتاكيد كل مباراه بالنسبه للنادي الاهلي كجهاز فني او كلاعبين هي مباراه مهمه جدا حسم المكسب فيها وحسم نقاط المكسب فيها هدف رئيسي لكن تعال بقى نشوف بالنسبه للجمهور اللي احنا مستنيينه في مباراه شباب بلوزداد لانه جماهيريا احنا الجهاز الفني من حقه يفكر كل محطه او كل مباراه بشكل منفصل اللعيبه لازم تركز في كل مباراه بصرف النظر على المباراه او البطوله اللي هيلعبوها بعدها لكن الجمهور ما بيقدرش يعمل الفص ده والجمهور نفسه يتفرج على الاهلي في اخر جوله قبل ما يروح لكاس العالم في افضل شكل ممكن هتكلم مع نادر وهتكلم مع سعيد على الاهلي وشباب بلوزداد لكن بعد فاصل اخير في التوقيت اللي زي ده بحكم الخبره يعني وبحكم مواقف كتير جدا صعبه عدت علينا كتير جدا اصعب من انا ما يتهيأليش ان الاهلي فيه دلوقتي تقدر تقول عليه موقف صعب ممكن يبقى تبقى قلقان ممكن تبقى متوتر ممكن تبقى مش راضي لكن ما تقدرش تقول لا محليا ولا افريقيا ان الاهلي في موقف صعب الارقام كلها بتاكد كده سواء في الدوري المحلي سواء وصولك لنهائي كاس مصر سواء صدارتك لمجموعتك في دوري الابطال لكن عشان اكون يعني موضوعي واقعي احنا شويه قلقانين احنا شويه متوترين وحاسين انه الاهلي مش في احسن اوقاته وبالتالي بدايه من الماتش الجاي والماتشات اللي بعدها ان شاء الله في كاس العالم عايزين نشوف الاهلي في افضل صوره ممكنه القصه كلها عند مين القصه كلها واحد في الماتش اللي جاي ده عند مارسيل كولر اتنين عند جمهور الاهلي اللي هيحضر المباراه لان بشوف ان جمهور الاهلي في الفتره اللي جايه اللي بيحضر في الملعب او حتى اللي شغال على السوشيال ميديا ليه دور كبير جدا 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 في خروج الاهلي من مش عايز اقول كبوه عشان ما بقاش اكبره لكن من المطب الصعب اللي احنا يعني بقالنا شويه بنعرج كده فيه من الدوري الافريقي لدروبات في الدوري المحلي لمستويات ممكن تبقى مش على قد توقعات او طموحات النادي الاهلي اول محاضره كولر قرر يبقى راح 24 ساعه وبعد كده يبدا التحضير لماتش شباب بلوزداد اهم حاجه شايف ان كولر ممكن يقولها لعيبته في بدايه المحاضره اللي محتاج الجهاز الفني او مستر كولر انه يركز عليه في انه يوصل للعيبه نادر اعتقد يعني الكلام ده واضح للجميع هي معالجه الاخطاء اللي بتتكرر من بدايه الموسم وهي اهدار الفرص السهله جدا امام المرمى ده يعني احنا بنتكلم على المستوى اللي جوه اللعيبه جوه الملعب اللعيبه دي المفروض ان هي لعيبه دوليه لعيبه القيمه السوقيه بتاعتها كبيره اللعيبه دي لعيبه عندها من الخبرات وعندها من البطولات ما يخليهاش تضيع الفرص بالطريقه دي فرص بتضيع فعلا مش يعني انت لما تشوف اللعيب بدون ذكر اسماء ايا كان مين اللعيب لما بيضيع الكره دي كلهم بيضيعوا هو مفيش حد أيوة بيضيع ايوه بتحس ان مين ده يعني يا جماعه ازاي طب الكره زي دي ازاي تضيع بالطريقه دي وبعدين بتلاقي التنفيذ نفسه ما ينفعش ان انت لعيب عنده الخبرات دي كلها يطلع الكره بالتنفيذ ده مفيش تركيز 1% ما مش منطقي وانت بتلعب للاهلي سيبك بقى من كمان ان انت انت بتلعب للاهلي فكره وجودك في النادي الاهلي وفكره انك انت بتلعب وعندك فرصه وجماهير ملايين بتعقد عليك الامال من خلالها
انك انت ما تسجلش الفرص دي ده شيء مش طبيعي. فدي ده رقم واحد هيتكلم فيه ومعاه. الاهم كمان من الكلام ده كله شغل العامل النفسي اكيد، ان كل اللي فات ده صفحه خلاص واتقفلت، هيلعب على بشكل ايجابي اكتر ان احنا كده كده متصدرين المجموعه، فاحنا فوزنا دلوقتي هيخلينا على الاقل ان احنا بنستعد بشكل افضل لبطوله كاس العالم. والاهم من الكلام ده كله هنبقى رايحين كاس العالم ومش شاغلين بالنا قوي بافريقيا اللي هنرجع من البطوله متصدرين زي ما احنا. مش هنبقى رايحين ومضغوطين. لو تلاحظ احنا في السنتين ثلاثه اللي فاتوا اصلا دايما اول مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا بتكون بعد مونديال الانديه مباشره. أيوه. فساعتها الاهلي بيتعصر بسبب ان ضغط الماتشات الاصابات ومستوى المنافسه اللي انت جاي منها واللعيبه اللي انت بتلعبها والفرق انت بتلعبها مختلف تماما. الماتش نفسه بيتاجل. أيوه. والمباراه بتكون بسبب ان هي بتتلعب في شهر 2، فكاس العالم بيكون كان في شهر 2، فبتتاجل المباراه. فلما بتيجي تلعب المباراه دي ما بتكونش جاهز بدنيا بنسبه 100% والاصابات اللي عند الفرقه. فاعتقد ان دي اهم نقطتين هيتكلم فيهم، هي فكره ان معالجه الاخطاء والمشاكل اللي عندنا هجوميا بجانب المشاكل الدفاعيه اللي كان سعيد ذكرها في بدايه الكلام. طب هخلي النواحي الهجوميه والدفاعيه وانتوا بتقروا معانا شباب لوزداد، اكيد انتوا مذاكرين الفريق كويس. لكن هسال سعيد سؤال، هو التركيز ده يعني طبيعي انه مستر كولر يتكلم على التركيز، وطبيعي على فكره ان في اوقات كتير جدا فرق بيبقى فيه داي اوف. يعني فرق كبيره جدا، يعني السيتي ممكن يبقى في داي اوف فيخسر، او كان هيخسر من فريق زي لايبزيج على صحيح. ملعبه او داي اوف بيخسر من انديه صغيره، بيخسر هامبتون السنه دي بيخسر، او بيخسر من تشيلسي في مباراه اهم مباراه كانت لبيب جوارديولا في دوري ابطال. برشلونه بكل الاسماء والتاريخ والالقاب والبطولات ممكن يبقى فيه داي اوف يشيل 8 من بايرن ميونخ، بس برضو في النهايه تقدر تقول عليه داي اوف. وحتى التركيز يا سعيد لما بيغيب، ممكن انا كجمهور اقبل انه يغيب عن لعيب، عن 2، عن 3، عن 4 حاله جماعيه بتبقى، لكن صعب. لما يغيب عن حاله جماعيه يبقى هنا في مشكله. ثم الجزء الثاني من السؤال، ازاي انا اشتغل كمدير فني على التركيز؟ يعني انا اقدر اشتغل على النواحي البدنيه، اقدر اشتغل على توظيف في الملعب، على تحركات في الملعب، على شغل فني، على تطوير مهاره التصويب والتسديد، لكن انا اشتغل معاك ازاي كلاعب على انك انت تبقى مركز طول ال 90 دقيقه؟ طيب طبعا انا بشوف ان مستر كولر بدا ده ازاي؟ انه بعد شكوك او بعد اداء الجمهور انتقده، اول حاجه عملها راح، وده مهم جدا، وبشوف ده بيتبعه كتير من المدربين الكبار. يعني اتذكر من يعني لما كان منافسه الدوري الانجليزي ما بين ليفربول ومانشستر سيتي اللي انتهى بفارق نقطه واحده في نهايه الموسم، كان مع انطلاقه الدور الثاني وصل الفارق لصالح ليفربول 8 نقاط. اتذكر ان جوارديولا وقتها منح اللاعبين اجازه وقال كده نصا، شوفوا زوجاتكم، صديقاتكم، اهاليكم، انسوا كره القدم تماما، محتاجين تفصلوا شويه وبعدين نرجع. فده عمله كولر، الراحه اولا، افصل وارجع لي. بشوف الخطوه التاليه لاستعاده التركيز انه يكون حاد في النقد داخل غرفه اللاعبين. يعني لازم يبقى في صدمه، لازم اللاعب يفهم ان هو مقصر، لازم اللي بيضيع انفراد سهل جدا بشكل عشوائي يبقى مدرك انه ما عاش الماتش قبل المباراه، انه ما تخيلش نفسه في المواقف السهله اللي اتعرض ليها فبالتالي اتصدرت منه السلوكيات دي، وانه استمرار ده غير مقبول بالمره. فالخطوه التاليه في غرفه اللاعبين ان يكون في خطاب حاد بعد ما اديتك الراحه والانبساط، تعالى بقى مش هينفع كده كفايه. فهو دي الطريقه اللي تقدر تتكلم بيها مع اللاعبين وترجع التركيز. ثم تدخل في الجوانب بقى الخططيه، تدخل بقى في الجوانب الفنيه تتكلم بشكل تفصيلي فيها، تبدا تشوف منافسك. يعني انا بشوف ماتش بلوزداد صعب جدا، لانك زي ما انا قلت اصبحت كتاب مفتوح للانديه الجزائريه، الناس بتشوف الاهلي كويس جدا جدا، بتدرسه كويس جدا. كولر كان بيكسب بجوانب تكتيكيه، من بينها مثلا الكرات الثابته، احنا في اخر مباراتين عندنا 25 ضربه ركنيه لم نشكل منها اي خطوره. ليه؟ لان الناس بدات تفهم كولر كويس. فانت مطالب دلوقتي ايضا، عشان كده بقول ايه، انت قلت ان لو فرض واحد او اثنين او ثلاثه تبقى لعيبه، لكن المنظومه، لان في مشكله في المنظومه كلها، من بينها الجزء الخططي، احنا ما زلنا بنبحث عن حلول جديده. طب خليني اترجم من كلام سعيد، هو طريقه الاهلي او اسلوب لعب مارسيل كولر بقى محفوظ، بقى مكشوف قوي كده يعني؟ وهل ما شفناش من بدايه الموسم ده
حاجات شغل مختلف عن اللي نجح بيه مارسيل كولر السنه اللي فاتت؟ هقول لك حاجه، كميه الفرص اللي بتضيع في كل مباراه تؤكد ان الراجل ده في سوء حظ بيحصل قدام. لكن هل هو مش مقصر؟ مش هنقول ان هو مقصر، هل هو مش هو مارسيل كولر بتاع الموسم اللي فات؟ كلنا متفقين على ده. يمكن يكون ده مش دفاعا عنه خالص، بس كميه الـ ممكن يكون هو سبب في ده. يعني في اصابات بتحصل، تمام، ما عنديش مشكله. الروتيشن شويه مبالغ فيه. يعني في بعض الماتشات الروتيشن، يعني مثلا واحد زي كريم الدبيس، واحد من افضل اللعيبه من بدايه الموسم ومن وقت ما شارك، تمام، مفيش اي اختلاف على ان علي معلول واحد من اساطير النادي الاهلي، تمام. علي معلول السنه اللي فاتت كانت الناس بتطالب ان يعني يا ريت نريح معلول شويه، يا ريت معلول يقعد شويه عشان يرتاح علشان يكون جاهز لماتشات افريقيا. ما كانش بيحصل. السنه دي كريم الدبيس لعب 3 ماتشات ورا بعض مع مرحله الروتيشن، ريح من قبل حتى ما كان علي معلول يرجع. ساعتها لعب خالد عبد الفتاح باك ليفت في مباراه اعتقد كانت الجونه، كان ساعتها لعب بخالد عبد الفتاح باك ليفت اعتقد كانت مباراه الجونه. فهي النقطه هنا ان الروتيشن اللي بيحصل ممكن يكون مش مخليك عارف تطبق الافكار اللي انت كنت بتنفذها السنه اللي فاتت، بجانب حاجه مهمه جدا وكانت رحيل حمدي فتحي. رحيل حمدي فتحي واحد ما كانش جندي مجهول بقدر ما كان هو زي ما بيقولوا رمانة المزاج. فكره مهمه جدا طوال الوقت، المساحات بتضيق فبيجي الحل. هرد عليك غير متشاف، هرد عليك، هقول امام عاشور. لا مش بس امام عاشور، مروان عطيه مع الاهلي السنه اللي فاتت بالظبط كان يخليك تفكر لو جالك يعني مع طبعا الاهلي بيحترم رغبه اي لاعب انه ياخد فرصه بالظبط، ومع ده ما دام هي مروان عطيه فعلا الباب امام كل لعيبه الوسط. بس مروان السنه اللي فاتت كان يعني يطمن اي اداره في انك انت تاخد قرار. دي من الحاجات، حد زي حمدي دي من الحاجات. يعني مثلا لو جينا بصينا على مستوى مروان نفسه، كلنا متفقين على مستوى مروان ان هو لعيب جيد جدا. معلش انا اسف يا نادر وهسيبك تكمل. السنه دي حتى لما كوكا بدا مع الاهلي في نص ملعب الناس كلها اشادت بكوكا. بالظبط، يعني الولد كان بداياته مبشره جدا، ثقته في نفسه ومستواه، ادواره في الملعب الدفاعيه قبل الهجوميه مفيش اختلاف على ده. كله قال لك كوكا رهان كسبان جدا من مارسيل. بس هقول لك حاجه، عارف النقطه في ايه؟ ان حمدي فتحي اصلا، حمدي فتحي المفروض انت كنت جايبه كلاعب 6. طب حمدي فتحي تحول من ان هو يكون لاعب وسط متكامل سواء 6 او 8 او 10 في ماتشات معينه. يعني مباراه سموحه كانت البدايه، مباراه سموحه اللي كانت في الكاس اللي كسبناها 3 قبل مباراه الزمالك على طول اللي كانت في الدوري. وفي مباراه الزمالك اللي في الدوري اللي كسبناها 3 برضه كان واحد من اهم الاسباب ان احنا نفوز بالمباراه دي كان حمدي فتحي. ثم بقى على مدار الموسم نهائي الكاس مع بيراميدز، ونهائي الكاس مع بيراميدز، ونهائي السوبر، وفي نفس وكان مباراه الرجاء اللي كانت في مصر الهدف اللي سجله حمدي لما نزل. صحيح. فما كان يميز حمدي فتحي فكره اللعب في الهاف سبيسز، الفكره في اللعب في بين الخطوط. انا هشتري منك الفكره لغايه اخرها. وحمدي انا لعيب بحبه جدا جدا جدا، وبشوفه من افضل اللعيبه اللي عندها قبل ما اتكلم كوره عندها روح النادي الاهلي. لعيب ميدن الاهلي كلاب، يعني هو صناعه شخصيه الاهلي. شخصيه الاهلي بالظبط كده. لكن مش حمدي اللي يعمل خلل في فرقه زي الاهلي. انا ما قلتش بخلل، انا قلت يعني فكره ايجاد بديله. ايجاد بديله قد تكون في كل مباراه بحاول اجرب. يعني شفت حتى سعيد قال لك ايه في الاول؟ قال لك ان امام عاشور انا بحاول ان في كل مباراه احاول اشوف افضل مركز اخد منه ايه من امام عاشور. ده شيء، ده انا متفق معاه 100%. خد بالك انت عندك يمكن ما اعرفش كولر ما شاف اكيد طبعا، يعني كابتن خالد بيبو قال له، كابتن سامي قمصان قال له، لكن انت عندك السنة في المركز ده لعيب اسمه اكرم توفيق، ده مركزه الاساسي، تمام. هو نجح في في في, في توظيف الباك اليمين، لكن ده مش مكانه الاساسي. انت لو صحيح. فكرت تلعب اكرم في الحته دي وعملت مثلا في ميركاتو، انا مش عايز اروح للميركاتو، عملت مثلا صفقه باك يمين تاني، انت كسبت اكرم توفيق واحد من افضل الديفندرات اللي تران عليهم في 5-6 سنين جايين قدام. شوف، هو عايز اقول ان المشكلة مش في حمدي فتحي كاسم، وعايز اقول ان حمدي فتحي قبل كولر كان حاجة غير بعد كولر. ماشي. يعني هو كولر اللي خلق فكرة حمدي فتحي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، تمام، اللي هو مهاجمة المساحات. بس هو اللاعب بوعيه الخططي عارف امتى هتحرك وامتى هستقبل الكرة وازاي احولها، عوضا عن انه في الكرات العالية اساسا مميز جدا. فهنا فكرة انك تخلق حد بالمواصفات دي يقوم بالدور ده مش سهلة، يعني بتحتاجها وقت، ودول نادرين. يعني انت لما تيجي تبص حتى في الكره العالميه، مين كان بيعمل ده مع مانشستر سيتي؟ جوندوجان قبل ما يمشي. مين بيعمل ده مع ريال مدريد؟ بيلينجهام. لاعب الوسط اللي بيجي مش متشاف، اختيار التايمنج هو اصعب حاجه. فكره الاستقبال جوه والفينش مهاره مش عاديه. يعني دليل معاناه مانشستر سيتي في غياب دي بروين السنه دي. لا انا يعني هو فعلا في قصه جوندوجان دلوقتي لما دي بروين اتصاب زود المشكله اكتر. بالظبط، كان المفروض جوندوجان هو اللي بيغطي ده. هنا جوارديولا حل ازاي؟ خلق
حل جديد السنه دي لحل المشكله دي جوليان الفاريز. تمام طيب. فين حلول جديده؟ طب خلينا نروح للشباب لوزداد شويه. تمام يعني طيب. انا اتمنى واثق ان شاء الله باذن الله انه كولر قادر يحسم المواجهه اللي جايه، وهي صعبه بكل المقاييس، بس ان شاء الله احنا قادرين نحسمها. والاهم ان شاء الله بعد ما نحسمها هنتكلم بعد كده على المشوار اللي مستنيه كل جماهير النادي الاهلي، بقينا متعودين عليه وبقينا نستناه من السنه للسنه، مشوارنا في كاس العالم. شباب لوزداد قصته ايه؟ مباراه يانج افريكانز اللي كسبها شباب لوزداد في الجزائر، الحقيقه يانج افريكانز لعب فيها جيم كويس جدا وكان خطير جدا على شباب لوزداد، فالمكسب مش هيبقى خدع بالنسبه لي. وبعد كده خسارته قدام دياما في غانا برده بالنسبه لي كانت حاجه بره المتوقع، لانه كنت متوقع انه فريق مدياما فريق حديث العهد عنده بعض العناصر كويسه، لكن مع شباب لوزداد، شباب لوزداد قادر يحقق نتيجه ايجابيه صحيح. ورغم كده تفوق مدياما. قصه شباب لوزداد، وابدا من نادر يا سعيد اسمح لي. اتفضل. شباب لوزداد فريق زي ما كنا بنتكلم في الفاصل ان بيضم عدد كبير من عناصر الخبره اللي عنده في الفرقه، زي عدلان كوديورا، زي رئيس وهاب مبولح الحارس، زي عبد الرؤوف بن غيث، زي مزيني لاعب ترجي، هو وعبد الرؤوف بن غيث اللي انضموا للفريق. معظمهم معدل الاعمار عندهم كبير شويه، فيمكن عناصر الخبره بتغلب على عنصر الشباب. لكن في الوقت اللي اتفرجت فيه على مباراه مدياما عندهم مشاكل دفاعيه كبيره جدا. هو حتى رئيس وهاب مبولح اللي بنتكلم عنه مش الحارس الاساسي للفرقه حاليا، لكن حارس منتخب الجزائر، حارس منتخب الجزائر لعب قدام منتخب مصر، لعب كاس عالم كمان، لعب كاس عالم. لكن حارس لكن قصدي خط دفاع فريق شباب لوزداد عندهم اخطاء ساذجه جدا، دي تسجل من خلالها اصلا هدفين. عندهم اخطاء في لعيبه الوسط وعدم الضغط على حامل الكره في اثناء التسديد. يكفي القول ان فريق مدياما مسدد في الشوط الاول بس 12 تسديد على مرمى فريق شباب لوزداد، في الشوط الثاني مسدد 8 تسديدات، في الوقت اللي شباب لوزداد على مدار المباراه بالكامل مسدد 6 تسديدات فقط على مرمى فريق مدياما. فالفريق عنده مشاكل دفاعيه، ما عندناش اي اختلاف في الكلام ده كله، بس المشكله كلها احنا برضو كنا قدام يانج افريكانز، قدام فريق عنده مشاكل دفاعيه بس ما قدرناش نستغلها. هي النقطه هنا ان لازم تكون عارف ومتاكد ان الفرص اللي هجيلك في الماتشات اللي زي دي مش هتتكرر. انا دايما يعني انا في كل نقطه لازم هحط ايدي على حاجه زي كده. بجانب طبعا لما نيجي نبص على خبرات المدير الفني بتاعهم ماركوس باكيتا واحد درب في مصر هنا، يعني درب الزمالك، درب فريق بدا مع فريق فلومينينزي في البرازيل، فلامينجو، درب منتخبات البرازيل الشباب، عنده من الخبرات ما يكفي في كل الانديه العربيه، في معظم الانديه العربيه، سواء في السعوديه، في سوريا، في افريقيا. اخر حاجه كان حسنيت اغادير قبل ما كان يتولى قياده فريق شباب لوزداد، وكان وصل مع حسنيت اغادير السنه اللي قبل اللي فاتت في الكونفدراليه لحد دور الاربعه. اهم مفاتيح اللعب عندهم مين اللعيبه اللي ممكن تبقى مصدر خطوره؟ توقعك ان باكيتا وهو جاي القاهره هنا عارف انه هيلعب مع الاهلي ماتشين ورا بعض في دور المجموعات حاسمين وفاصلين، وانه خسارته في القاهره تعقد من حساباته بشكل كبير، هل ممكن تخليه يفكر في المغامره؟ لا مفيش اي مغامره، مفيش اي مغامره. انا بنسى الجولتين اللي فاتوا لبلوزداد. زي ما انت قلت يا استاذ احمد في البدايه، احنا في 34 مباراه للنادي الاهلي، كل الانديه بتغير من جلدها وشكلها ودوافعها وحوافزها وبتظهر حاجه تانية خالص. وده اللي بيحصل في افريقيا، وخاصه لما يرتبط الامر بانديه شمال افريقيا. فانا هشوف فريق جاي يتكتل تماما، هشوف فريق جاي يخلق مشاكل دفاعيه كبيره، هيحتاج منك تركيز غير عادي. لو تتذكر قبل مباراه مدياما قلت مع حضرتك رغم انه فريق حديث العهد، لكنه إذا تأخر الهدف هنواجه مشكلة، بمجرد ما نسجل هنقدر نضاعف، نسجل 2 و3، وفعلا تأخرنا كتير لأنه فريق دافع بشكل كويس جدا، تكتل بشكل كويس، وده السيناريو المتوقع. عشان كده محتاجين نركز على التفاصيل قوي، محتاجين نرجع مرة تانية نستغل الكرات الثابتة، واحدة من أهم الأسلحة اللي استخدمها مارسيل كولر في التتويج ببطولات الموسم الماضي كانت الكرات الثابته. بشوف حاليا في تراجع كبير فيها. مباريات زي دي في توقيت زي ده وانت محاصر بشكوك لازم تعرف تكسب وانت مش افضل حاجه. يعني يمكن استاذ احمد بيتفضل اكتر من مره ان شاء الله المباراه اللي جايه الاهلي يبقى في افضل حاله. صعب، هو صعب الاهلي يصحى الصبح يلاقي نفسه في افضل حاله، لكن ازاي يوصل لافضل حاله؟ انك وانت سيء تكسب مكسب في مكسب بيعيد الثقه ثم تعالج الامور. في مراحل الشك المكاسب هي ما تعيد الاتزان، ما تعيد الثقة مرة أخرى. فبشوف إن شاء الله الأهلي قادر على إنه يحقق مكسب مهم على بلوزداد، يروح كأس العالم بنفسية أهدى، هناك تتشال الضغوط، وهناك الأهلي إن شاء الله يقدر يقدم بطولة كويسة. دي نقطة مهمة جدا، واحدة من أهم الأهداف على مستوى الجمهور، إن إحنا نطلع أو نختم الجزء الأول من مشوارنا في دور المجموعات في صدارة المشهد، بعيدا عن أي مطبات صعبة، لأنه اللي بعد كده بنبدأ شابتر جديد أو فصل جديد في مشوار السيزون ده،
وشاب فصل مهم جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، هو بطوله كاس العالم للانديه، اعلى واقوى مستويات المنافسه مع ابطال القارات من كل انحاء العالم. نتمنى ان شاء الله نكون جاهزين ونكون رايحين بدون اي ضغوط عشان نقدم افضل ما عندنا. بكره نتابع ان شاء الله باذن الله بدايه عوده الاهلي تدريبات مره ثانيه، ونطمن على فرقتنا وعلى سكواد الاهلي وعلى المصابين او على الاسماء اللي ممكن تشهد مواجهه شباب بلوزداد عودتهم من جديد. بشكر نادر شبانه، بشكر سعيد علي، شرفتونا ونورتونا، وبشكركم على متابعه حلقه النهارده. بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم.